علاش خويا مراد 10 سنين هو في الطليان وما بغاش يصوفي؟ الوصاب ومتبع المسلسل التركي في نفس الوقت. على صاحبي سعيد تلاقى ما في القهوة تطيح هي المورال وتيفرح السعادة. علاش يا ربي تسمح لي مكتبين عليا غير المشاكل؟ علاش؟ علاش ولدي عنده 16 عام والكلبي قد الجمل ومازال ما داش عقله؟ علاش مونيا ملي تتقول راجلها عايز تقاشرك من الضرب تيطلع لي الدم؟ وعلاش حاضيني في الدرب غيرنا؟ علاش؟ علاش مرتي ما تتقاداش من نقدر؟ علاش؟ علاش غادا نتلاقى مع احمد يبدي يشكي عليا؟ الرباط انا؟ علاش راجل فاطمه غزال وغادي يطلع لي الدم تيولي تصور؟ وعلاش بنادم من اللي تنبغي ندوي تتقاطعني ألف مرة؟ علاش تيضربها وتيعيرها ومازال لاصقة فيه؟ هذا 12 سؤال من مئات الأسئلة اللي تنطرحوها يوميا في حياتنا اليومية وتنحاول نجاوبوا عليها، وكان غالبا ما تتكون الأجوبة ديالنا مزاجية وعاطفية ماشي عقلية وموضوعية وعلمية. في هذا البرنامج اللي العنوان ديالو حنا هكا غنحاولوا نجاوبوا على الأسئلة ديال المجتمع ديالنا بطريقة علمية مبسطة. وخنعطي واحد المثال. اليوم مرتك قالت لك واحد الكلمه ما عجبتكش، قلبتي الطابله شيرتي عليها بكيسان غضبات، هزيت القوالب تبعتيها دخلتي للدار صالحكم الجيران، باها قال لك بوستي راسها، بستي لي راسها، رجعت للدار ثلاث ايام دوزتوها زاز. النهار الرابع قالت لك كلمه ما عجبتكش، بغيتي تشير عليها بالطابله والكيسان ما قلتيهم، شيرتي عليها بولدك، غضبت لدارهم، نسيتي قوالب تبعتيها صالحكم الجيران، با عاوتاني قال لك بوستي لي راسها، بستي لي راسها. ودخلنا عليك بالله، واش بوسان الراس تيحل المشاكل؟ واش بوسان الراس تيحل المشاكل بشكل دائم؟ واش بوسان الراس قال لك فين كاين هو الخطا؟ واش بوسان الراس قال لك مثلا راه انت عندك مشكل مع التعامل مع الغضب ديالك، ما تعرفش تجيري الغضب ديالك، ما تعرفش تتعامل معاه، ما تعرف واش الشيء قالوا لك بوسان الراس؟ الجواب هو لا، بوسان الراس ما تيحلش المشاكل. انت غادي تفهمنا حنا بحال هذا النوع حتى هو غنهضروا عليه. برنامج حنا هكا، برنامج ديالنا كاملين وانا واحد منكم في امان الله. فضلا وليت امري ما تنساوش تابونوا في لاشين باش توصلوا بحلقه في كل اسبوع، لايكيو بارطاجيو، وفي التعليقات قولوا لي شنو هما المواضيع اللي بغيتو نطرقوا اليوم. شكرا، مع السلامه.